الرئيس السيسي يؤكد لميركل أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب. وفاة مدني ثان إثر الهجمات الإرهابية في العاصمة النمساوية فيينا. الداخلية تتحدث عن استمرار ملاحقة المهاجمين. ترامب يحذر من تأخير النتائج للانتخابات ويتعهد بفتح المدارس وإعادة الجنود الأمريكيين من الخارج. السادسة صباحاً، الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية من إكسترا نيوز، أهلاً بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً عبر تقنية الفيديو كونفرنس من المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب، مشيراً لأهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي للكراهية والتطرف. وخلال الاتصال استعرض الرئيس موقف مصر الثابت تجاه القضية الليبية، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كافة المسارات. كما شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، حيث أكد الرئيس استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام. أعلن عمدة العاصمة النمساوية فيينا ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع في 6 مواقع وسط المدينة إلى 214 مصابا. كان المستشار النمساوي سباستيان كورتس أعلن تحريك الجيش لحماية المرافق العامة والحيوية، في حين أعلنت الداخلية النمساوية أن مشتبها به واحد على الأقل لا يزال فارا، مشيرة إلى استدعاء عدد من وحدات القوات الخاصة للمشاركة في عمليات البحث. نادد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا، وأكد في تغريدة له أن أوروبا لن تتراجع في حملتها ضد التطرف والعنف والإرهاب، وكذلك كل الانتهاكات التي تستهدف الحق في الحياة والقيم الإنسانية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تأخر إعلان النتائج للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن ذلك ينسف مصداقيتها. وتعهد ترامب أمام أنصاره في ولاية ويسكونسن بالعمل على إعادة الجنود الأمريكيين من الخارج وفتح المدارس التي أغلقت أبوابها بسبب فيروس كورونا. وأشار ترامب إلى أنه تمكن من خلال ولايته الأولى من جعل الولايات المتحدة أقوى اقتصاديا وعسكريا. دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قراره بفرض إغلاق جديد لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا. وقال جونسون أمام مجلس العموم أن النماذج العلمية تظهر في أنه في حال عدم القيام بأي تحرك يمكن أن تبلغ حصيلة الوفيات في الشتاء ضعف ما سجل في موجة التفشي الأولى، موضحا أن المستشفيات ستبلغ قريبا أقصى طاقتها الاستيعابية. أعلن الجيش الفرنسي مقتل 50 إرهابيا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إلى العاصمة باماكو لعقد أول لقاء مع ممثلي السلطات الانتقالية في مالي. أوضحت بارلي أن الهدف من الزيارة هو التأكد من تصميم السلطات على مواصلة مشاركة القوات المسلحة المالية في مختلف العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية. قتل 22 شخصا على الأقل في هجوم شنه مسلحون على جامعة كابل تخلله تفجير انتحاري. يأتي الاعتداء على جامعة كابل إحدى أبرز الجامعات في أفغانستان في خضم تصاعد العنف في مختلف أنحاء البلاد، وهو ثاني هجوم لتنظيم داعش في أقل من أسبوعين على مؤسسة تعليمية في العاصمة. نهاية الموجز. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز اتش دي هو 12303، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب أفقي. شكرا لكم على حسن المتابعة.